أكبر غلطة ممكن تعملها في بني آدم إنك تخليه في صراع بين أصله الطيب وردة الفعل اللي المفروض يعملها علشان ما يتقالش من الناس إنه ساذج أو أهبل. أكبر مثال على كده الابن لما يكون باور بابوه وأمه فيضغطوا عليه، وأقل غلطة بيعملها بيبقى فيها لوم وعتاب شديد جدا. وفي نفس الوقت الأب والأم دول ما ينفعش إن هما يتكلموا مع الابن العاق. مثال تاني لشخص بيكتم غير وصبور وحليم جدا وقت الغضب، فيتضغط عليه بشكل غير اخلاقي بكلام مستفز جدا، في حين ان ممكن يكون في شخص تاني صليط اللسان ما تقدرش اصلا تتكلم معاه. شخص بيتقي الله عز وجل في المعاملة معاك فبتقول عليه ده اهبل وهيستحمل، وشخص تاني بيلففك حوالين نفسك فتبقى تحت رجل. الصراع ده خد بالك بيبقى صعب ومميت جدا نفسيا. الانسان بيبقى فيه بيعافر بين فطرته واخلاقه ودينه وبين انه عاوز ينتقم وياخد حقه، بين الثقة في وعود الله عز وجل واخد الحق بقوة، وبين انه يسامح. فما تسألوش الناس بتتغير ليه من يوم وليلة غير لما تعرف انت اصلا بتعامل الناس دي ازاي. ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتنا يا رب ويهدينا لطريق رضاه.